اهلا بيكم. هنعمل سمك بلطي مع دقة وهنقدمه مع رز وسلطة. تعالوا نبتدي ونعمل السمك والدقة. انواع السمك كتيرة وبتختلف مسمياتها من بلد للتانية. النوع اللي انا بستعمله دوت بلطي هو نوع نهري، ممكن تستعمله اي نوع مشابه لده في البلد اللي انتم موجودين فيها. بجيب التوم بطحنه مع شوية من الكمون والملح وبعصر عليهم ليمون، واضيف الزيت على اساس دي هتبقى التتبيلة اللي هتبل بيها السمك من جوه ومن بره. بعد ما اتاكد ان انا تبلت السمك من جوه ودخلت التتبيله في الفتحات اللي انا عاملها عشان تتغلغل ويبقى ليه طعم مميز، هستعمل دقيق، وبستعمل نفس التتبيله للدقيق. طبعا ما بحطش الزيت ولا عصير ليمون، لكن هحط شويه من الملح والكمون، وهحط السمك في الدقيق وتخلص من الدقيق الزيادة عشان اضيف في الزيت. وبعمل دقة اللي هي عبارة عن فلفل حامي مع توم مع شوية ملح كمون كزبرة خضرة ليمون شوية زيت، ودي بتبل بيها السمك. بالمناسبة دي ممكن استعملها كصلصة لأي حاجة أنا حاببها، ممكن مع الفراخ لو حبيته، لكن أنا عاملها عشان أقدمها مع السمك، والسمك أقدمه مع سلطة عبارة عن جرجير وطماطم، أو ممكن أحط الجرجير مع الفجل وعصير الليمون، فدي حاجة حسب أنتوا عايزينها، وأكيد مع رز السمك. وبالهنا والشفا.